السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعي مؤسسة النظام الطاقي. أهلا وسهلا بكم، معكم سواح. حلقة جديدة من حلقات المؤسسة على اليوتيوب. هنتكلم النهاردة عن كيفية اكتساب الطاقة أو شحن جسدك بالطاقة من الهواء والأرض. قبل ما نبدأ ونتكلم، عشان تحديثات اليوتيوب المستمرة، لو أنت مش مشترك في القناة سجل اشتراكك الآن وفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل جديد بنطرحه. ما تنساش في آخر الحلقة لو أنت استفدت منها انشر الحلقة لغيرك علشان يستفيد أيضا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ علشان تكتسب الطاقة من الهواء والأرض. لازم تعرف أن الإنسان بيعيش فقط مدام جسمه يمتلك طاقة. الطاقة الروح، اللي هي الروح، ودايما أنت زي ما بتغذي جسمك بالطعام والشراب لازم تغذي طاقتك علشان تأمن نفسك وتدي لنفسك باور عالي، وكمان تأمن نفسك من أي تعرض لهجمات نفسية أو أمور سلبية زي الحسد والأحقاد والسحر وأشياء زي كده وأي شيء نفسي. طيب، إحنا عارفين كتير في خطوات كتير بنكتسب منها الطاقة، أمور كتير جدا، لكن هنتكلم في الحلقة دي عن حاجتين اتنين، عن الهواء وعن الأرض. ازاي نكتسب منهم طاقة نظيفة نجدد بها الطاقة جوانا ونشحن طاقة كبيرة جدا. اول طريقة اللي هو الاكتساب عن طريق الهواء، لازم انك تكون في مكان مفتوح. اي مكان تختاره يكون مفتوح، يكون فيه هواء نظيف، حدائق، اماكن مفتوحة عموما، في شارع او شيء، وتقدر انك انت تنفذ التمرين البسيط ده. اول حاجة انك بتلصق لسانك بسقف الحلق عادي جدا، وانت واقف وانت جالس انك تلصق لسانك بسقف الحلق وتبدأ تاخد شهيق بطيء جدا جدا يتحبس في البطن. تاخد نفس عميق بالتدريج، حتى لو بتعد في ذهنك 1 2 3 4 5، وتبدأ انك انت تخرجه ببطء شديد جدا، من 1 لـ8 مثلا ببطء. يكون متكون النفس ده في بطنك، تنفذها مرة ثم ولسانك لاصق في حلقك، ثم تنفذها تاني وتخيل انه او تدخل النفس انه لحد ما يصل الى باطن قدمك، وتعد ببطء وتخرج النفس ببطء جدا. تكرر العملية دي كأنه النفس بتوزع في كل جسمك، وبتخرج النفس ببطء شديد جدا جدا على قد ما تقدر انك انت تتحكم فيه. دي طريقة هتغسل طاقتك وهتديك باور وهتجددك. طيب، الطريقة الثانية عن طريق الأرض. ممكن انك انت تذهب الى اي من الحدائق، سواء كان عندك حديقة في منزلك في المكان اللي انت فيه، او حديقة قريبة منك، او حتى لو بعيدة وتحدد يوم انك انت تروح. صدقني الموضوع يستاهل. انت ممكن يكون عندك، ربنا يحفظكم جميعا، عندك مرض ما فبتلف على اطباء، ممكن تسافر له دولة غير الدولة وعادي لانك بتطلب الشفاء. فطبيعي جدا انك انت تطلب الشفاء لروحك، انك تذهب الى، لو الموضوع متوقف على انك تروح للحديقة حتى لو كانت بعيدة عنك، انك تحدد يوم وتروح تذهب الى هناك. لما بتكون في الحديقة لازم تكون بدون حذاء، انزع حذائك، يعني تكون زي ما بيقولوا حافي كده القدمين، وتتمشى بخطوات بطيئة جدا، تتمشى كأنك بتتأمل، وتعمل نفس الموضوع انك انت تركز على النفس وانت بتتمشى حافي القدمين. برضو بتلصق لسانك في سقف الحلق وتبدأ انك تتنفس ببطء شديد وتحبس النفس جواك ثم تخرج النفس ببطء اكتر. طيب، دلوقتي انت في الحديقة، اكيد في شجر كتير جدا، تقدر انك انت جنب اي شجرة تقف وانت حافي القدمين وبتتنفس، وتثبت كفين ايدك اليمين واليسار على جذع الشجرة، على الشجرة اللي امامك، ثبتها وغمض عينيك ولو دقيقة وكرر النفس، وانت في عقلك انك انت بتشحن طاقة نظيفة من الشجرة. اهم حاجة تكون الشجرة دي خضرة، تكون شجرة سليمة، يعني ما تروحش على شجرة ناشفة او ميتة او منتهية وتشحن منها طاقة، لانك انت هتشحن طاقة سلبية وطاقة سيئة جدا. وتبدأ انك انت تشحن من الشجرة دي. في نقطة كمان لازم تخلي بالك منها،
ان انت لما تروح الحديقه ما تكونش ما يكونش فيها بركه ثابته، لما تروحش مكان فيه بركه ميه ثابته، لان دي بتبقى طاقتها ميته، طاقتها منتهيه. بركه ميه ما يكونش فيها بركه ميه ثابته، وتبدا انك تنفذ نفس التمرين، انك تلصق لسانك في الحلق وانت غالق فمك عادي، وتتنفس بالانف، تشحن نفس كبير جدا يدور في كل جسمك، ثم تبدا تخرجه ببطء. العملية دي هتلاقي بتفيدك جدا، وهتلاقي نفسك انت ممكن تشعر في البداية بتنميل، تنميل في جسمك، ده رائع جدا. ممكن تشعر انك انت عندك تساؤب زيادة، تساؤب كبير جدا، عمال تتاوب تتاوب تتاوب، برضو مفيش مشكلة، استمر. ابدأ بالعملية دي وابدأ نفذها. في نقطة كمان ممكن انك انت تعملها، انك انت تتمشى على شاطئ بحر، هافي القدمين في الرمل وتبدأ تتمشى، دي هتغسلك تماما تماما. طيب دول الطريقتين اللي انت ممكن تنفذهم بكل سهوله. انا بقول الطريقتين دول او معظم الطرق اللي انا بتكلم فيها الان عن انك انت ازاي تكتسب طاقه، او بنفهم الهاله والشاكرات في الحياه اللي فاتت ومسارات الطاقه بشكل بسيط، وازاي تشحنها وازاي تنظفها، علشان الناس، في ناس كبار في السن بيتواصلوا معانا وبيبقى صعب عليهم موضوع التامل وموضوع الجلسات وموضوع اكتساب طاقه عن طريق الاحجار واكتساب طاقه عن طريق الذبذبات والترددات. فبنقول لهم الطرق البسيطة اللي ممكن ينفذوها ويكتسبوا منها طاقة، يقدر ينفذها كبار السن، يقدر ينفذها الناس اللي عندهم ظروف خاصة، ويقدر ينفذها كل حد، طفل، شاب، كبير في السن، صغير، أي حد يقدر ينفذها. تقدر تعلمها لأطفالك، إنه أنت تقوله يعني إيه يلصق لسانه في الحلق ويقدر إن هو يتنفس ببطء شديد وأنت بتساعده بتعد معاه، صدقني هتفرق في نفسية طفلك جدا جدا، وهتشحنه طاقة إيجابية عالية ورهيبة جدا جدا. هتقدر إنك إزاي تعلمها لطفلك إنه لما يروح للحديقة إنه ينزع الشوز مثلا ويبتدي إن هو يتمشى ببطء شديد وهو بينفذ التمرين ده، وكأنه بيلعب لعبة حلوة وجميلة أنت معلمها له، هتفيده جدا وهتشحن طاقته بشكل جبار. هيقدر برضو ينفذها بسهولة لو انتوا ذهبتوا البحر وبدأ يتمشى على الشاطئ ويشحن نفس الطاقة ويغسل طاقته، هتلاقي فرقت في نفسية الطفل، فرقت في ملامحه، فرقت في روحه، فرقت في طاقته، فرقت في كل شيء كل شيء. قبل ما تذهب للطبيب جرب الأول انك انت تغسل طاقتك وتنظفها، هتلاقي في أمور كتير جدا ومشاكل صحية خرجت ولم تعد. دي أمور بسيطة تقدر انك تنفذها بكل بساطة. طيب بعيدا بقى عن النقطتين اللي قلناهم عن طريق اكتساب الطاقة عن الهواء وعن الأرض، من الهواء ومن الأرض، في ناس اللي عندها مشكلات كتير جدا أو مش قادرة حتى تاخد الخطوة إن هي تشحن طاقة أو تكتسب طاقة بسبب ظروف كتير أو بسبب أمور كتير حصلت في طاقتها وقفلت مسارات كتير عندها وقفلت أو أغلقت الهالة، فأصبح أي شيء إيجابي هتيجي تنفذه صعب جدا وبتتكاسل فيه ومحبط بالنسبة لها بشكل كبير. تعمل ايه؟ الحل بسيط جدا. الحل ان انت تغسل وتكسر كل الامور السلبية اللي في هالتك اللي قافلة وغلقة مسارات الطاقة. طيب دي برضو عن طريق تأمل وعن طريق اشياء كتير زي كده؟ لا، هقول لك الموضوع بسيط جدا. الموضوع انك انت هتنفذ حمام الملح. حمام الملح اللي ما يعرفوش هو انك انت في البانيو عندك بتجيب كمية من الملح البحري تحطها في البانيو، تملأ البانيو مية، تدوب الملح البحري ده، ثم بتنام في البانيو 10 دقايق 20 دقيقة أكتر أقل على قد ما تقدر. بعدها بتخرج بتنشف جسمك، بترش أي نوع بيرفيوم أنت بتحبه أو ماسك أو أي حاجة زي كده على جسمك كله، وبتشتدي هدومك بشكل أو ملابسك بشكل عادي جدا. هتلاحظ بعدها أنك أنت فايق، هتلاحظ بعدها احساس الشخص اللي كان تخين جدا وخس، حاسس كده ان هو منطلق وخفيف، انت هتلاحظها. بعدها مباشره هتلاقي نفسك عندك استعداد انك تنفذ اي شيء ايجابي، عندك استعداد انك فعلا تذهب للحديقه وتشحن منها طاقه، عندك استعداد انك انت تقف في بلكونه بيتك وتتنفس هواء نظيف بعيدا عن الهواء المكتوم في بنزلك المغلق وتبدا تشحن طاقه. هتلاقي عندك استعداد انك تنفذ اي شيء وكل شيء يزيدك ايجابيه بعد ما خلصت حمام الملح. دي حاجات بسيطة زي ما قلت، يقدر ينفذها الطفل ويقدر ينفذها كبار السن،
لان الطفل مش هيعرف ينفذ جلسات، وكبار السن برضو بيكون عليهم صعوبه شويه ان هم ينفذوا جلسات طاقه او يشحنوا بالذبذبات والترددات، لانهم هم مش هي يعني بيكون الموضوع صعب عليهم، او ان هم يشحنوا عن طريق احجار او حاجات معينه. طيب حاجه كمان ممكن انت تعملها، حاجه بسيطه جدا والمفروض تخلي اولادك يتعودوا عليها وانتوا كمان تنفذوها، الطاقه عن طريق اكتساب الطاقه عن طريق الماء، عن طريق انك انت تشرب ميه. ايه ده، هو انا مشرب ميه كده بشحن طاقه؟ اصلا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في موضوع الميه، جسمك كله ميه، يعني جسمك كله ماء بيتكون من الميه، فبالتالي اكتر حاجه بتتفاعل معاها هي الميه، اكتر حاجه بتتفاعل معاها هي الميه. لكن للاسف احنا بنشرب ميه ميته، ميه في حاجات بلاستيك زي الزجاجات البلاستيك، او ميه من الحنفيه بتيجي طبعا مضغوطه، فدي كلها ميه ميته. طب ايه الميه الحيه اللي بتكون فيها طاقه جباره ورهيبه وممكن نعمل بها اي حاجه؟ الميه اللي بتكون في الفخار. الفخار هو اقرب حاجه لجسمك، انت من طين والفخار من طين، اقرب حاجه لجسمك هو الفخار. فممكن انك انت تجيب ميه، ميه ابار، او تشتري من اي سوبر ماركت زجاجه ميه معدنيه مثلا، وتفضيها في اي شيء فخار، اي شيء عندك جهزه كده خليه كده، فضيها فيه وسيبها فيه، سيبها بقى. يعني ممكن تفضي الميه دي مثلا بالليل في الفخار، تصحى من نومك اول حاجه قبل ما تاكل او تشرب او اي حاجه انك تشرب من الفخار ده، وتشرب كل اطفالك وكل الناس اللي عندك. صدقني جربها لمده اسبوع كده، انك تشرب ميه من الفخار كل يوم الصبح قبل ما تعمل اي حاجه، بتفضل ميه في الفخار بالليل، سيبها في الفخار لحد الصبح واشرب منه، وبعد اسبوع قول اللي حصل معاك، بعد اسبوع شوف اللي فرق في حياتك، بعد اسبوع شوف حاجات كتير في جسمك ارتاحت بعد ما كانت بتؤلمك وبتوجعك. الموضوع بسيط، بحاول في الحلقات الاخيره اللي احنا بنعملها دي، اللي هي كام حلقه اللي فات والحلقه دي، ان انا ابسط الموضوع بعيدا عن الاشياء التقيله بنتكلم فيها وبندخل فيها. طبعا هي لابد منها ودي هي الاساس ودي هي اكبر حاجه واقوى حاجه، لكن في ناس كتير بتوصلوا معايا بيبقى الموضوع صعب عليهم، فحبيت ان احنا نعمل لهم افكار بسيطه ينفع كبار السن ينفذوها وينفع كمان الاطفال يستفيدوا منها. حلقات كتير جايه ان شاء الله نحاول نفيد بعضنا فيها. ما تنساش تشترك في القناه، ما تنساش تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ما تنساش ترسل الحلقه لغيرك عبر واتساب، فيسبوك، في اي مكان كان تقدر ترسلها لاحبائك. نلتقي على خير. اللي عايز يتواصل معانا يقدر يتواصل على الواتساب على رقم الزر امامك على الشاشه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.